أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا الصديقة روبرت فيكو، وتتمنى له الشفاء العاجل ولجمهورية سلوفاكيا الأمن والاستقرار. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت لهذا الاعتداء الإجرامي ودعمها لما تتخذه جمهورية سلوفاكيا من إجراءات للحفاظ على أمنها الداخلي.